الإيمان وأوراق النسيان. اللهم أشرش كل عين معجبة بالقوة معجبة بالجمال معجبة بالجاه معجبة كل عين معجبة بالعمل معجبة كل عين معجبة أصابت الأسنان والفك واللسان وعطلت الكلام وعطلت الكلام وأورثت النسيان وأورثت الخمول وفقد الكلام. اللهم أشرش كل عين معجبة بالوظيفة معجبة بالوظيفة معجبة بالدراسة معجبة بالدراسة معجبة بالدراسة معجبة كل عين معجبة. اللهم أشرش كل عين معجبة في حسن الخط معجبة في حسن الكتابة معجبة في حسن التلاوة معجبة في تلاوة القرآن أعجبة في تلاوة القرآن أعجبة كل عين معجبة كل عين معجبة. كل عين معجبة أصابت الأذهان كل عين معجبة أصابت الأسنان والفك واللسان وعطلت الكلام وعطلت الكلام بالدراسة معجبة الله كل عين معجبة في قوة الحفظ آثار في قوة الحفظ آثار في قوة الحفظ آثار. اللهم أشرش كل عين معجبة في الفهم وفي حسن الفراسة وفي حسن الفراسة آثار وفي الدراسة آثار في الدراسة آثار في النبوغ أعصاب في النبوغ أعصاب في حسن الفهم أعصاب في حسن الاستيعاب أعصاب في الاستنباط أعصاب في الاستنباط أعصاب كل عين آثار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أخرج كل عين أورثت حرارة في الجسد. اللهم أخرج ما حل بسببها من تعب. اللهم أذهب اللهم أخرج ما حل بسببها من ألم ومرض. اللهم أخرج ما حل بسببها من نكب.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أخرج كل عين على الرأس استقرت، اللهم أخرج كل عين على الرأس استقرت، في الصدور استقرت، في البطون استقرت، كل عين استقرت، في الدهور استقرت. اللهم أخرج كل عين أنصار أصابت من